تحت مظلة مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية الرئيس السيسي وبمناسبة عيد الفطر المبارك، وصلت وزارة الداخلية احتفالاتها مع شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة. وتم اصطحاب شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة إلى عدد من دور رعاية الأيتام والمسنين والمستشفيات لتوزيع الهدايا على نزلاء هذه الأماكن لترسيخ قيم التعاون والمساعدة لديهم. استمرارا لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة في إطار مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية، التي غرست فيهم قيم الولاء والانتماء والمحبة والتسامح، فقد حرصت الوزارة على اصطحابهم إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357 ليشاركوا رجال الشرطة تقديم هدايا للأطفال الذين يتلقون العلاج بها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهو ما أسهم في رفع روح المرضى المعنوية. لما تشوف أفضل حزين يحمو يا ابن اليوم الدين، وليك يا مصر رد الدين لأجل بلدنا بلد الأوطان. قد إيه هم شكرهم النهاردة والثقافة بتاعتهم، أنا شايف الثقافة بتاعتهم مختلفة، وإن هم مجرد إن هم جايين عشان يساعدوا الأطفال هنا اللي هم ممكن يكونوا أقل حظ منهم، وإن هم يعرفوا إن هم يحمدوا ربنا على اللي هم فيه. وقد استلم الشباب صناديق ادخار كنوات أولى لمساهمات مستقبلية منهم في علاج هؤلاء الأطفال، فقد رسخت المبادرة في نفوسهم كيفية عمل الخير والمشاركة المجتمعية. كنا بنوزع الهدايا على الأطفال، كنا فرحانين بجد عشان احنا فرحناهم وكده، وده اللي بيتعلمونا دايما المبادرة دي. بشكر المبادرة اللي هي جابتنا مستشفى 57357، وتعلمنا حاجات كتير جدا زي ان احنا نساعد بعض ونعمل الخير. بنشكر وزارة الداخلية على الزيارة الجميلة اللي عملوها للأطفال النهاردة، ودايما كده إن شاء الله تتكرر يعني، وربنا يجزيكم خير. الزيارة النهاردة كانت كويسة جدا وبتبسط الأطفال وبترفع من روحهم المعنوية. كنا سنة طيبين، وشكرا لوزارة الداخلية اللي هي جابت لي اللعب ده كله، وشكرا للضباط اللي هم بيجيبوا لي اللعب كله وفرحوني قوي النهاردة. وتوجه شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة في إطار المبادرة إلى نزلاء دور رعاية الأيتام والأيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم توزيع ملابس العيد على نزلاء هذه الدور من الأطفال، ما أدخل البهجة والفرحة في نفوسهم، وتم توزيع هدايا عليهم في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل مساهمتهم الإيجابية في المجتمع. مش متخيلين فرحة الأولاد بدخلة الضباط والطلاب جيل جديد معانا، إن هم وزعوا عليهم الهدايا ومبسوطين جدا بيهم ولعبوا معاهم وفرحوا معاهم. فرحوا الأولاد جدا وشرفونا، ويا رب دايما يشرفونا دايما في العيد وكل الأعياد، وبنشكر طبعا كل الناس اللي ساهمت في حاجة زي كده. الضباط جم قعدوا معانا واحنا كنا مبسوطين بيهم جدا، وجابوا لنا هدايا واحنا فرجناها معايا، احنا كنا بنعملها على الشغل بتاعنا، وبنشكر سيادة الرئيس على مبادئ الجميل. كل سنة وانتم طيبين وعيش سعيد. مبسوطة جدا جدا ان انا جيت النهارده وزرت اخواتي في الدار، واتمنى ان ربنا يشفيهم. احنا النهارده جينا دار الايتام، وبجد احس ان هو عيد مختلف عشان انا فرحت اخواتي، والمبادرة علمتني ان انا ازاي اعمل خير مع اخواتي. مبسوطة جدا بصراحة، والاحساس اللي انا حاساه يعني بصراحة مبسوطة قوي، اول مرة اعمل خير زي دوت. النقلة الإيجابية في ثقافة هؤلاء الشباب بدت واضحة في تفاعلهم مع نزلاء دور رعاية المسنين، حيث أتاحت لهم مبادرة جيل جديد زيارة هذه الدور وتقديم هدايا لنزلائها بمناسبة عيد الفطر المبارك. مبادرة جميلة جدا وإنسانية جدا، وبنشكر سيادة الرئيس على رعايته لدار المسنين، ودي حاجة يعني سابقة حلوة
ومبادرة جميلة. صراحة الزيارات دي بتغير المسنين خالص، بيبقوا مبسوطين جدا. نشكر وزارة الداخلية طبعا وسيد الرئيس ان هو على طول بيكوننا في كل المناسبات. مبادرة جيدة جدا، ويعني دعم وتوافق بين الجيل الجديد والجيل القديم، ففعلا يعني بنشكركم وبنشكر على كل اللي انتوا بتعملوه دينا. المبادرة دي يعني مش عايزة اقول لحضرتك ان دي كان لازم نعملها من سنين، ولكن يعني نتمنى ان كل الاطفال دي تطلع نشأة صح. احنا عايزين كل اولادنا يبقوا على اعلى مستوى من كل حاجة، من اخلاق، من تعليم، من ادب، من يعني كل حاجة توقفهم على رجليهم رجالة وستات محترمين. لما تشوف أبطال حنفين يحمو يبنوا اليوم الدين، وليك يا وصل ردوا الدين. أنا جاي النهاردة عشان أزور دار المسنين وأقول لهم كل سنة وأنتوا طيبين وأحتفل معهم بالعيد. أنا فرحانة النهاردة إن أنا جيت مدار المسنين وبحتفل معهم بعيد الفطر، وبشكر مبادرة كلنا واحد ان هي ادتنا الفرصة دي ان احنا نيجي. مبادرة كلنا واحد علمتنا الانتماء والولاء والخير وازاي نساعد بعض. لبلدنا بالأعمار لما تشوف أفضل حزين يحمو يبنوا اليوم الدين، وليك يا مصير شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة من الأسمرات إلى معا وأهالينا، وصولا إلى بشائر الخير بالإسكندرية تحت مظلة مبادرة جيل جديد، أصبحوا أكثر مساهمة اجتماعية بعد أن ساهمت المبادرة في بناء قدراتهم الثقافية والوطنية ليكونوا بحق أجيال جديدة قادرة على بناء وطنهم. منذ أن أطلقت وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد جيل جديد، وهي تسعى من خلالها إلى غرس قيم الولاء والانتماء والمحبة وروح المساعدة لدى شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة، وهو ما يتجلى في مشاركتهم المرضى بالمستشفيات ونزلاء دور رعاية الأيتام الاحتفال بعيد الفطر المبارك. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.